لم يتغير شيء سوى شعور الخذلان، فجراحهم وعكازاتهم التي رحلوا بها عادت معهم بعد رحلة علاجية دامت أكثر من 5 أشهر إلى العاصمة المؤقتة عدن. عاد جرح المقاومة الشعبية مكرهين، فما خرجوا بحثا عنه لم يجدوه. 6 أشهر في محافظة عدن ولن يفعلوا لنا أي خدمة أو يقدموا لنا أي علاج أو يدخلون أي مستشفى، ونحن نعود إلى محافظة تعز مخذولين. لقد خذلتنا الحكومة الشرعية التي خرجنا ندافع عنها. الحكومة الفاقدة فاعليتها اقتصر عملها على لعب دور الوسيط بين الجرحى والجهات الداعمة، فالعديد من الترتيبات تجريها حسب قولها، والكثير من الوعود تطلقها ولا شيء يلمسه الجرحى. فبحسب مؤسسة رعاية الجرحى، 91 جريحا من المقاومة بتعز أصيبوا بإعاقة بسبب غياب العناية الطبية. أوضاع مأساوية هي التي كان يعيشها الجرحى في مستشفيات عدن، ولكنها على سوءها أفضل من حالهم هنا في تعز التي ما زالت قذائف الميليشيا تضعف من أعدادهم.